بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية الهلال بالنهار لعو ألسي بلينمي اتياباهاي. أما إذا كانت الرؤية ألسي بلينمي لعوكو بعد الزوال أي رؤية تقم دكسوكتكي تهو أي رؤية تقم التكي. فقد نقل ابن حزم الإجماع ابن حزمي إجماع التنقيع علمك اللي باهي على أنه لا يجب الصوم صوم واجب كوام إلا من الغدبيرة كاكويتكي أسل صوم سنم يا بداهي طنب أي وانه إنما يا ألسي بلينمي رؤية اقتامك دمتكي لا عويت ساقه سوقتكي. وفيه مذاهب منقو مذاهب الليني معنى أقوال معنى أكثر من ثلاثة منقوه المرحو حالتنيه إنك هاي توم مرحو أنه لليلة الماضية أي روعي قكا ساقه لا عويت بلينكي ألسا وسوقو قريبري ألسا قريبرا ألسا كهاي لكت ينبرا بلالسهن هي. وهو قول الثوري وبيوسف وسلمان بن ربيعة وابن حبيب الأندلسي ورواية عن عمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد وهو ترجيح ابن حزم ابن حزمي تأمر حوئير الجحكاد. قالوا إياني ميت مري فإن كانت الرؤية مبلتك كي في أول الشهر ألسك عمتك كي أمسك وقضوا وهو قدره وايروي يبرينه لعي بلينه يسوهما حسينونه لكن ألسي بلينه قدري وايروي ووكا يبرينه وقضوا وايروي عقسانه كادو ميكلها رمضان حرمته كو قد اللي كما عك سين سيسين سوغانا سو مكن هملو انتيل وقد وايرو غحسانها مكلانها. وان كانت اخر الشهر افطر وعيد و السيون بوليم لا عود السيون بوليم رمضان قبكلتي تساكوي اغا قلت ما حسين سوقتكي يفطريني عيد اباسيدا ما دام ظهرك نهارتك قدري عيد اباسيتانها ما هاي لان وقت العيد باق وقت عيد الدروري هني من سبته الا كو راعتي أن ابن حزم لم يذكر القضاء ابن حزم قضى دمواه الناهي جريم السنة اللي هنم. واستدلوا على ذلك ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى من حديث من طريق إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عتبة بن فرقد يكتبه رسالة روبي عمر بن الخطاب فإذا رأيتم الهلال ألسة بلينكي في آخر النهار أي ركي اللي حبول ألسة بلينكي فأتم صومك من سنس ومدودسة لأنه أسكه ما يروهن فإنه محاهاي لليلة المقبلة ألسي أي رؤيك تكسر ينبو اللي ألسي بالأوروبت ويتبري ألسا. وإذا رأيتموه ألسة بلينكي في أول النهار لا عويت بلينكي ماحة بلينكي فأفطر أفطر ورمضانك اللي حبتك كيانا فإنه لليلة الماضية هو ينبو اللي ألسي قريبرا ألسي كني مسبب يعني هلال شوال فطري بليه يانا وما أفطرت وعدي أي لا عويتك سوف تكعيد الدب أستا نما هيتم مذهبه مريم كالمذهب الأول نهرسي مذهب المرحل ديونو إلا أن الهلال في آخر الشهر برس الدولون مكو ألسى أكي اللي حبط أي ألسى يبلينكي للمقبلة احتياطا للصوم صوم تحتياتي سبتها تماتوا يتبر أيانا قدبر ميانا. وهو رواية عن أحمد نقلها الأثرم والميموني تمر راجز. الثالث إذا حيتم مذهبا أنه لليلة المقبلة أمانة قبل الزوال هي مبلي ويا تماتوا يتبري هل سكها قد برال سهنا هي ينتمري كاد أهكاد رواية عن إمام أحمد اختارها الخرقي وهو مذهب مالك مالكي مذهباي والشافعي شافعي مذهباي وأبي حنيفة وإسحاق والليث والأوزاعي هؤلاء كلهم أصحاب المذاهب سابقة إلا أن مذاهبهم اندسرت قبل كالتي. ومحمد بن حسن ورواية عن عمر بن عبد العزيز ورجحه بن عبد البر ونقله عن أكثر علماء ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تمر حلو مذاهب مركاي إمام مالكي شافعي أبا حنيفة يعني كبار العلماء كادوا مذاهب له سكتكي إسحاق يعني الليث يعني أوزاعي يعني ومحمد بن حسن من الحنفية يعني عمر بن عبد العزيز يعني ابن عبد البر كادوا مالكية يعني أهم من قول علماء بيت مرحوي أرحي كادوا شيخ الإسلام تيمية مرحوي رجحه. ثم من المعاصرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله أمره به. واستدلوا على ذلك أمر دليله لمي بما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدار قطني والبيهقي بأسانيد صحيحة عن أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب روبيها رسالة نلتميته ونحن بخانقين دعسي تكنني أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ألسي التكام عنها ألسي التتي التكام الدبيتاهي فإذا رأيتم الهلال ألس أستبلينكي فلا تفطر مفطرنا حتى تمسو إلى كسوة تانفنا فطر عن بالا معنا ساكتم إلا أن يشهد رجلان نمنو سماعيت مسلمان نمر إنو سماعيت ونمن مسلم تسوك تنفردين ذا عدالت لي أن نمن سماعيتك أنهما أهلاه بالأمس عشية كما الحرك بليينك دوك لي يفطرينه.
وقد ثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه كما في المصنف ابن أبي شيبة، وجاء ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرج ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبد الرحمن عنه أنه قال: إذا رأيتم الهلال نهارا وقدر ألسى لعتب لينكي فلا تفطروا مفطرنا سوم تنيني ألسى قدر ألسى تبلينكي إما توابر ألسى إن دحاي نفطرنا فإن مجراه في السماء ألسى قدر لتنم عرن كني مسبدا لعلها أن يكون قد أهل له ساعة إذن توع بلين بحتها يما توابر ألسى ووعدي بلين بحتها كاك قيتا كني مسبدا عرن. وإسناده ضعيف بسبب انقطاعه بين القاسم وعبد الله يب. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما القول بذلك كما الحكاك تميتي، خرج عبد الرزاق بسند صحيح عنه، وجاء أيضا وجاء ذلك أيضا عن أنس بن مالك أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، قالوا إيني والتفريق بين رؤيته قبل الزوال بعد الزوال لا يستند إلى كتاب ولا سنة. ألسي بلينم لا عويت الحيك أي رعيك تكسر الحيك كينما أمري دليل ملي ساكو كي حره بريس أمري دليل ملو نوهي. وهذا القول هو الراجح أهما مرفوع أي سكرعتها إن إيد للاحتمال الذي ذكر في أثر مسعود الكسي سميها أقول السبتة. أما أثر عمر بن المتقدم الذي استدل بها أهل القول الأول نهر سمري عمر مرحرح باهينهن أثره تقحت كيف هو منقطع وباهين كيوكف فنطاق رعيني، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، إبراهيم النخعي عمر طالبتهن كام أمت لننكن. قال البيهقي رحمه الله يمين هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعا معناها قرع لك باهي إبراهيم النخعي، وحديث بوائل أصح بوائل حديثي عمر اكتمت كتابة أرحك باهيني أصحيني من قمري أمر حلق ديه.